احنا بندردش، حضرتك طرحت مقترح، انا بصيت لك كده وسكت، قلت لما اقابلك واحنا بنتسجل. انت قلت لي احنا محتاجين مدير فني للقطاع السياحي في مصر. وزير السياحه بيدير وده بينظم السياحه في مصر. بص، عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني يعني انا زي وزير الشباب ومدرب المنتخب الوطني بفكر يعني بنفس الطريقه. يعني قول لي دماغك في ايه. بقول يعني مثلا لو احنا دلوقتي عندنا اثار يعني مش موجوده في العالم كله، طبعا اللي عنده زي ما كنا بنتكلم، اللي عنده حاجه صغيره جدا بيقول انا عندي وعندي وعندي وبيطلع منها فلوس 50 و70 مليون سايح، وبيجيب عدد سياح كبير جدا على حاجه واحده عنده او حاجتين. احنا عندنا حاجات يعني مش موجوده في العالم كله، فبشوف ان نصيبنا من السياح قليل جدا. فبفكر زي مثلا لما بنجيب مدرب اجنبي للمنتخب الوطني، ليه ما جابش خبير اجنبي مثلا يدير منظومه السياحه، يدير لي المنظومه دي فينقلني من 15 مليون ل 30 و 40 و 50. لما تيجي تقول مثلا لو عايز تعمل مقارنه بينك وبين اي دوله تانية بتدخل الارقام دي، هتلاقي انك انت في حته تانية خالص بامكانياتك. احنا عندنا حتى حاجه في السياحه بنسميها الفريش ايس، يعني بنقول ايه العين الجديده. فبيجي حد مثلا، حضرتك تخش الاوتيل عندي فتقولي على فكره كان هنا المفروض تبقى فيه كده، دي العين الجديده صحيح اللي شايفه. فيعني اكيد احنا يعني عندنا من الامكانيات اللي تاهلنا كده. في ناس كتير قوي اتكلمت في المواضيع ديت ان احنا امكانياتنا كبيره قوي، فلازم نبقى ناخد حقنا مظبوط. عايز اعرف منك المبادرات البنكيه عملت معانا ايه؟ ساعدتنا؟ وقفت جنبنا؟ احنا عندنا مبادره عظيمه جدا، مبادره البنك المركزي، والبنك الاهلي شغال بقوه فيها، صح ولا لا؟ عملنا حصل ايه؟ حصل فعلا. هقول لحضرتك الكورونا كانت فتره صعبه جدا 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 على قطاع السياحه في مصر، وكانت الخسائر للمنشآت السياحيه بالملايين يعني. فكانت في مبادره من البنك الاهلي ان يدوا قروض للقطاع السياحي بنسبة 5% فوائد تقسط على سنتين لسداد المرتبات. كل ده كان همهم ان الاوتيلات تدفع المرتبات في العمالة بتاعتها عشان العمالة ما حدش يفرط فيها. الحقيقة الحاجة التانية انها ادت الفلوس للتطوير. كانت المبادرة دي فعلا كانت سبورت جامد جدا لينا في الفترة دهيت. قدرنا نحتفظ بالعمالة وقدرنا ندفع مرتباتها. التجديدات اللي حضرتك شايفها بنعملها دهيت عشان نستعد للموسم الجديد. التكلفات بتاعت إنشاء الفنادق الجديدة وزيادة الطاقة الفندقية، هل جات مبادرات من البنوك يلا نشتغل معاكم يلا نفتح؟ الحقيقة بيعرضوا علينا، طبعا بيعرضوا علينا ان احنا يعني نستعمل الفلوس البنوك في ان احنا مبادرة ان احنا نبني طاقة فندقية جديدة وحاجات كده عشان السياحة يعني.